هذه القصة رعب صارت حق شخص في العراق اللي ما يحب الرعب أو يخاف من قصص حقيقية يطيف. أنا اسمي علي، ساكنين في بغداد، بس لكن يدتي أم أبوي ساكنة في محافظة ثانية. بعد 4 سنوات أم أبوي تعبت لهي يدتي وصارت كلها يصيدها صداع ويغمى عليها، فقررنا نزورها في المحافظة اللي هي فيها وراح ناخذها إلى بغداد حق نوديها تشوف فحوصاتها ونشوف شنو فيها بالضبط. وديناها المستشفى وطلع فيها بعيد الشر ورم في الراس، فقال لنا الدكتور لازم نسوي عملية، والعملية نسبتها يعني جدا خطرة واحتمال تطلع منها واحتمال لا. ففي هاي الفترة اللي ما تسوي فحوصاتها وكل شيء كانت ويانا في البيت، سوينا لها قرفة وسكنا ويانا مستانسة، وكانت كل يوم تقول قصص حق اخوي الصغير وتجلس مع اختي الثانية وسولفون، وكنا يعني احلى لحظات قبل العملية عشنا معاها. سوت العملية وعاشت اسبوع، بعد الاسبوع توفت للأسف وكلنا حزننا ودفناها. مر 3 أيام على وفاته. في اليوم الثالث كنت جالس في غرفتي نمت، وقعدت على الساعة 3 رحت أبغى أشرب ماي، رحت المطبخ. أول ما رحت أشرب ماي لأسمع صوت يدتي تقول لي علي صب لي غلاس ماي. أنا هني خفت، مريت يم غرفته فتحتها شفت ما في أحد، قلت يمكن أنا قاعد أهلوس وقاعد في الليل. بس صد وقتها خفت يوم سمعت الصوت، أحس دمي نشفتي، صادتني رعشة، شعر جسمي قام من الخوف. وفي اليوم الثاني أسمع أختي قاعدة تصيح والصارخ، رحنا لها شفيش قالت أنا كنت راقدة وشفت يدتي يات ورفعت علي للحاف أو الكامبل علي قطتني. فأول ما فتحت عيني طالعتها واختفت، وهني أنا يوم صرخت اختفت. رحنا لها انا وامي قلنا لها يمكن انت قاعده توهمين او ما في شيء، قالت لا متاكده انا شايفتها، وانا اري انا بعد سمعت صوتها بس ما راح اقول لها عشان ما راح اخرعها. ومر اسبوع تقريبا على السالفه اللي صارت لي وصارت حق اختي. كنا مستانسين ما سمعنا لا اصوات ولا شيء، ويعني مرتاحين، قلنا يمكن كنا احنا ذاك الوقت نتوهم. الا في ذي الليله شفنا اخوي الصغير راقد في حجرات يدتي. رحنا له انا وامي قلنا له شم يايبك هني ترقد؟ يقول انا كنت نايم قعدت ابروح الحمام، فاول ما رحت نادتني يدتي وقالت لي تعال راح اقول لك قصة. فحطتني على ريلها ويسد قص علي قصة لحفتني ورقت. يما هلنا اللي ماتوا وروحوا عند الله يرجعون؟ قامت قالت له أمي أنت يمكن قاعدة تتوهم أو أنت حلمان، ما يدتك متوافية. قال لا، ويحلف يقول لها والله أنا شفته وقالت لي القصة حي من شوي. قامت أمي سوت طلعته من حجرته وقفلت الباب. طبعا أختي قالت لها أنا بعد قالت لي وأنت ما صدقتوني، أنا هني احتفظت بالشي اللي شفته وسمعته لنفسي عشان ما أروح أخرع أخواني. شغلت امي قرآن وخلت يقرأ قرآن اخوي ونام وما سمعنا شيء. كنا جالسين نشوف التلفزيون انا وابوي واخواني وامي ومستانسين. طقت الساعة 3، كنا طبعا يعني في اجازة، طقت الساعة 3 الا سمعنا صوت احد يغني في المطبخ. الا اقول حق امي سمعتي الصوت؟ كان صوت يدتي قاعدة تغني. الا امي يقول حق ابوي قصر الصوت شوي، قصر الصوت. قصرنا الصوت لا صدق انصدمنا. قام قال ابوي انا بروح اشوف المطبخ واشوف شو السالفه، يمكن قاعدين تتوهمون او صوت الجيران او اي شيء كذي. راح ابوي المطبخ وكان ينجلط ويشوف امه وتقول له امه تعال حبيبي انا مسويت لك الاكله اللي انت تحبها. هني ابوي انجلط من الخوف بسرعه يهن الصاله، ولا هو جاينا الصالة بندت الكهرباء، تمت شي ثواني وردت انشغل تشغلت، وعلى طول فر على قناة القرآن وشغل القرآن وكان خايف بس ما كان يبين لنا انه هو خايف. فنمنا كلنا في ذي الليلة كلنا مع بعض. وقام قال لا يمكن انا اتوهم والله شيء، ما كان يبي يخرعني وصدق هو شايفها. وامي سمعت صوته. صار الصبح وراح ابوي حق شيخ، قام قال له الشيخ هذه تشوف هاي هي يا جان او قرينها احدى الشيئين، يا جان او قرينها.
فأبيكم أن تطلعون كل شيء يتعلق منه وتبيعونه، وتصدقون وتشغلون قرآن كل يوم وتقرون عقب صلاة الصبح سورة البقرة كاملة. أو الشيء الثالث يمكن هاي روحها إذا هي واحدة عندها كرامات وروحها لأنها هي تحبكم وقضت أحلى أيامها كانت معاكم قبل لا تموت فتظلت روحها في البيت. فأبوي سوى كلام الشيخ وتم يقرأ قرآن وباع كل شيء وتم يتصدق ولذي اليوم ما سمعنا لها شيء. فهاي كانت القصة وايد وايد كانت مخيفة بالنسبة لي، وإلى يومكم أخاف أروح غرفة يدتي. بس من ذاك الوقت كنا نشغل فيها قرآن ونقفلها وما حد يمر فيها. إذا تحبون قصص الرعب أو قصص الجرائم طق علامات الزائد ولايك، وانتو شنو تتوقعون كلام الشيخ كتبوا في التعليقات إذا هي عندها كرامات والله والله جني أو قرينها، شنو رأيكم في القصة؟ سلام.